بابا انت تعرف ان انا بيت باكره كلمة بابا دي بسببك؟ ركز بس معايا. خير اللهم اجعله خير. دلوقتي صحابي كلهم معاهم ايفون. يعني ايه الاول ايفون؟ تليفون بابا بس امكانياته عالية عن التليفونات العادية. كم؟ وانا طبعا معايا تليفون، قصدي معايا خردة، وانا عاوز ايفون زي اصحابي. يعني لو بعت التليفون اللي معاك هتجيب سعر الايفون ولا تحتاج اكمل لك؟ تكمل يا بابا، ده انت عشان تجيبولي محتاج تبيع ورث جدي. ليه يعني؟ كم التليفون ده يالا؟ ب35000 جنيه كسر سجين. ولا جاي لك 35000 جنيه ليه؟ انا قلت لك بيع ورث جدي. طب اقول لك حاجه احسن من كده؟ قول. احنا نبيع كليتك اللي في اليمين. خلصانه ماشي. انت هتبيع كليتك عشان تجيب ايفون؟ انت مش عاوز كليه بقى وخلاص؟ هتجيب كليه مين؟ عاوز تبيع كلية اخوك؟ احنا هنبيع الكليتين.